إنها المسابقة الأروع والأخطر على الإطلاق. عصاً واحدة من البومبو عالية عن الأرض بضعة أمتار، ومحارب قوي يميل إلى الخلف ويكاد جسمه يلامس الأرض الباردة تحته. أجل، إنها رقصة الخطر، دوامة الألام، رقصة من التعب المتواصل. تبدو لي باختصار لعبة سيرين تحت العصا. بل إنها أكثر من ذلك. أما زلت تريد اللعب؟ طبعاً أريد، فلنفعل هذا. إذن فلتبدأ المنافسة. زر الموسيقى. كم يمكنك أن تنخفض؟ الجواب هو ليس أقل مني. إذن إنه التعادل يا سيسل. حان وقت المسابقة الأخيرة. أتريد المنافسة على آلة الركمجة؟ في المنتجع الصحي؟ على زحلوقة الماء؟ أو في المسابقة الثلاثية؟ ماذا لو نقوم بها كلها؟ نقوم بها كلها؟ أجل، على كل متسابق أن يسارع إلى المنتجع الصحي وينتقل بعدها إلى آلة الركمجة ويجيب عن أسئلة ثلاثة، وأول من يصل إلى زحلوقة الماء يفوز. استعدا، تجهزا. أولاً، المنتجع الصحي. وقت تغليف العشب البحري. مقرف. لما يفعل الناس هذا بأي حال؟ مسابقة الركمجة. وقت الأسئلة. من هو الرئيس 19 لأمريكا؟ راذرفورد بي هيز. صحيح. زحلوقة الماء. تنحي يا فتاة. أظن أننا عالقنا. تنحي جانباً. يبدو أنه لدينا تعادل. لا وجود للتعادل، يجب أن تختار رابحا. في هذه الحالة الرابح هو أنا. حان وقت الاحتفال بعبور العصا. أوتش، أصبت ظهري. صديقي ساعداني. أنا قادر على الانتظار لوقت طويل لأساعده. وأنا قادر على الانتظار لوقت أطول.